مرحبا، أنا إسلام كموني من الجزائر. حاليا أنا مقيم بقطر وأشتغل كصانع أفلام. دراستي بالجامعة كانت في مجال الهندسة البحرية، لكن شغفي وحبي الكبير للمجال الفني خلاني نقوم بتجارب فنية ناجحة، أهمها التمثيل المسرحي، الغناء والموسيقى. واحتراف الفن السابع من تصوير وإخراج ومونتاج، وهذا يعني أن مهاراتي وثقتي بنفسي كفيلة بالتأثير الإيجابي في المجتمع. لطالما انتظرت الفرصة المناسبة حتى أوصل الصوت والطاقة الإيجابية اللي بداخلي من خلال محتوى يلهم الناس ويحيي الأمل فيهم ويجعلهم ينطلقون من جديد. الدافع اللي خلاني نقرر نكون صانع محتوى هو أنه من واجبنا المساهمة ولو بالقليل في جعل الإنترنت والعالم مكان أفضل.